وجمهورك معك. في فقره اسمها المتهم ان شاء الله الاسبوع الجاي، تمام، اللي بتكون امتداد المحكمه اللي راح يتهمه احد او في متهم هو عندنا في المنتدى، راح تكون امتداد لها بيشوفونها ان شاء الله، ما ودنا نحرقها. وفي ايضا دوره بقدمها. وعلي يا اخي يعني محكمه بعدين متهم، ما في مشكله، لازم يسبق المحاكمة اتهام. فأنت لا تسوي تحكم بعدها تحين تسوي اتهام، لا هذا متهم وخالص في المحكمة، تم اتهامه وانتهى. المحكمة عشان لا ينقطع قلت ما يشيء عندك، المحكمة سلطة ساكنة ما تتحرك إلا إذا حركت. فالمتهم لازم أنه فعلا أحد يتهمه، فهمت كيف؟ بعدين الجاي شو تبدأ فيه؟ الجاي شو تبدأ فيه؟ راح يكون أول شيء متهم، تمام؟ احنا كان الاتهام يعني مو بواضح للجماهير او واضح للناس بشكل عام، فالان لا بيصير قدامهم لايف الاتهامات الموجهه له، بعض الاشياء في حركه حلوه. مين اعضاء المحكمه؟ اعضاء المحكمه الاسبوع هذا باذن الله ان الله كتب، القاضي الاساسي عبد الله نجيبان، وليد شمري، وبعدها القاضي المساعد بإذن الله الواحد الأحد أحمد سعود. وين ما كنت قاضي أساسي أنا؟ صرت أول يوم بعدين. ما ولا يوم صرت أنا. طيب تعال. عبد الله الجبال. تضحك صح؟ طيب هذا اللي يقول حكمة المحكمة، المحكمة لا تسوي فيصل قربه. فيصل مو قال حكمة. صراحة. يا طوبة يا عيال. صراحة أنا بفكر قضية فيك يا عبد الله. ليش حبيبي؟ تعطيني منصب قاضي بعدين تشيلني بين ليلة وضحاها وأنا ما أدري. إيه. وتخلي بعض الناس يضحكون علي. في أسباب. شوف. اول شيء مين اللي يضحك عليك يا احمد سعود؟ انت ما حد يضحك عليك، انت اعلامي ناجح ذكي محنك. راحت ما يعني الفقره ما تشكلك يا احمد. لا اله الا الله.